بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إن شاء الله استكمالا لسلسلة عرض الدواء، بنتكلم اليوم عن فيتامين إي سيلينيوم أو فيتامين ها وسيلينيوم. مركب بيحتوي على فيتامين ها مع عنصر السيلينيوم، تستخدم للعلاج والوقاية من مرض العضلات البيضاء أو الرخاوة اللي بتصيب دايما المواليد الصغار. زي ما قلنا بيستخدم كوقاية وبيستخدم للعلاج. بالنسبة للحيوانات المستهدفة بيستخدم في الحيوانات الكبيرة زي الأبقار والإبل، ويستخدم في الحيوانات الصغيرة زي الأغنام والإبل. الجرعات طبعا ليه جرعتين، جرعة وقائية وجرعة علاجية. الجرعة الوقائية بالنسبة لي الأبقار والإبل بنعطي 2.5 سنتي للحوار الصغير المولود. أما الجرعة العلاجية فبنعطي 5 ملي 5 ملي وتكرر بعد أسبوع. ده بالنسبة للحيوانات الكبيرة سواء الإبل أو الأبقار. أما بالنسبة للأغنام والماعز فبنعطي جرعة وقائية 0.5 سنتي فقط، ده كوقاية. أما العلاج فبنعطي 1 ملي 1 ملي ويكرر أيضا بعد أسبوع. ده بالنسبة للجرعات وقائية وعلاجية. في الحيوانات الكبيرة يعني الإبل اللقاح نقدر نعطي 10 ملي قبل الولادة بشهر كوقاية للصغار، ونقدر نعطي للأغنام 3 ملي قبل الولادة بشهر أيضا كوقاية للصغار. وده بروتوكول ممتاز انك انت تعطي المضاريع من الاغنام او اللقاح من الابل كوقاية، افضل من انك تعطي للصغار او تنتظر حتى الاصابة، لان احنا دايما بنقول الوقاية خير من العلاج. ليه مدة تحريم؟ طبعا مدة تحريم 14 يوم في الابقار وشهر كامل في الاغنام والماعز لاحتوائه على عنصر السيلينيوم. دي كانت نبذة مختصرة عن فيتامين ها والسيلينيوم. نرجو ان احنا نكون افدناكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.